الزراعة كان لدينا الرغبة بأن نتحاور مع أصحاب المصلحة الذين يقومون بتنفيذ الأعمال الزراعية على الأرض ويستفيدون من الدعم الزراعي الذي تقدمه الحكومة للمنتجين سواء بالإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني أو بتسويق مستلزمات الإنتاج أو المنتجات النهائية. عمليا الحوار كان شفاف، كان من الضروري أن ننوه إلى السياسات التي تعمل عليها الوزارة وتوضيح كل مجالات الدعم التي تقوم بها. أهمية الدعم القطاع الزراعي من أجل استمرار المزارع في إنتاجه وزيادة كمية الإنتاج وتحسينه، إضافة إلى توفير المنتجات الزراعية ضمن السوق المحلية. لذلك كان هناك رؤية لمحافظة حلب في أساليب الدعم وطرق الدعم، سيتم طرحها خلال 10 أيام من تاريخه على وزارة الزراعة ليتم تكون منهج عمل بالنسبة لمحافظة حلب بالنسبة لطرق وأساليب الدعم في هذه المحافظة. توقفنا على جملة مطالب خدمية للأخوة الفلاحين، قمنا بنقلها إلى سيادة محافظ حلب الذي قام على الفور بدعوة كافة أخوتنا الفلاحين لحضور هذه الندوة الحوارية اليوم مع السيد وزير الزراعة لطرح المعوقات التي تعيق العملية الانتاجية الزراعية وما يتطلب من خدمات. تم فورا تلبية حاجات ومتطلبات الأخوة الفلاحين. يكون في تخطيط مسبق لتوزيع الدعم، لتوزيع السماد، لتوزيع المحروقات. هالشي هذا بيخلي فلاحنا بده يفلح موجود مازوت، بده يروي في موجود مازوت للري، للسماد، هذا عامل أساسي. حاليا الدولة وتوجيه من السيد الرئيس تقوم بدعم القطاع الزراعي وإيجاد سبل جديدة من أجل دعم هذا القطاع، ونحن نشكر الدولة على هذا الدعم، ولكن في عنا نحن صعوبات محلية هون يعني يجب معالجتها بطرق بسيطة جدا. طرحنا من خلال المناقشات العامة أهم النقاط اللي يجب أنه يفضل أنه أخذها بعين الاعتبار ونقترحها، أنه دعم القطاع الزراعي أشكال الدعم يتم بشكلين، بدعم بمستلزمات الإنتاج وبدعم بالمنتج النهائي.